في الغطاء النباتي المحلي إجابة عن جل الأسئلة العاجلة غذائية كانت واقتصادية تجسدها المواد المستخرجة والمعدة يدويا بكميات قليلة وعبر دائرة تسويقية محدودة جدا. ذلك جانب من أعمال ورشة عمل دولية وجدت في منطقة لحزق أرضية خصبة لتنشيط مسار العودة إلى البذور الأصلية والبحث عن الزراعات المقومة للتقلبات المناخية. هذه فرصة باش الناس تعرف النباتات المتحملة للملوحة، متحملة للجفاف، متحملة، وهي فما منهم برشا أنواع نباتات أصيلة موجودة في البلاد معناتها، أما ما تمش تثمينها. احنا الهدف أنه نعرفوا بها أكثر، كيفاش يتم تثمينها، كيفاش يستخدموها في مواد اللي هي عندها قيمة اقتصادية غذائية وحتى أدوية، عندها برشا استخدامات معناتها. احنا مهتمين جدا أنه الفرد مننا يأكل الطعام الصحي وبالكمية الكافية. هذه كلها من العوامل اللي نحن نهتم فيها ونحاول أنه ندعمها بتوفير تقنيات بسيطة حتى يكون الفلاح قادر على مواجهة تكاليف المعيشة، لأنه الفلاح يحتاج إلى إيجاد دخل. التظاهرة وإضافة إلى التعريف بأساليب علمية للمحافظة على المحاصيل ودعم مقاومتها للجفاف سلطت الضوء على تجارب ناجحة لزراعات بدأت في تأكيد جدارتها بوصف المنظمة الدولية للزراعة بأنها سلة الغذاء الإنساني. الكينوا، هذه الكينوا كما تشوف فيها، هذه حبوب الكينوا اللي هي أصلها من بوليفيا أمريكا اللاتينية. عملنا منها شربة، عملنا منها كسكسي، عملنا منها فارين، عملنا منها الحلو، عملنا منها سلي. هي تو هي حبيبات، هذه احنا نحطها في الشربة والا نحطها حتى في الياغورت معناها ناكلوها. دونك يعني كل الاستعمالات كيما هي بسيدو سريال، هي كيما القمح وكيما الشعير تنجم عندها استعمالات عدة معناها. هذه عملنا تجبط مع سي بحري كيما الكينوا، اما فما كيما القطيفة اللي هي نسميوها الامارانت القطيفة، فما ولا ذكروا برشا انواع اخرى كما جبنا مزارعين وعطاو عنا الخروب اللي توا شويه بعدوا على الناس اللي هو عنده برشا استخدامات. تجربه الاستاذ البحري السلمي بمنطقه لحزق بمعتمديه جبنيانه تخطط بالعلم والتجربه محطات هامه قدم خلاصتها في ورشه العمل هذه كشكل من اشكال تدعيم المكانه التي يجب ان تحظى بها الفلاحه في الدوره الاقتصاديه لدى الفلاحين الصغار رغم قساوة العوامل المناخية.